كده هنبدأ يا جماعة، نعمل اللي هو علامات الاستفهام اللي في الجزيرة المنسية. ماشي، الجزيرة دي اسمها الجزيرة المنسية. وبعد كده هناخد الهدف اللي هو بتاع حياة القرصان ده، هنبدأ نشوف الجزيرة المنسية دي فيها ايه بالظبط. تمام، هي فيها لغز هو كده صاحب الهدف ده بينادي عليا. انا كده بعد كده بعد ما اخلص ده هروح له اخد هدف جديد. ماشي كده، انا هبدأ ان انا ده حاجة اسمها كهف الجزيرة المنسية، ظهرت اهي قدامي زي ما احنا شايفين. وهنا في مكان اهو دخول، هبدأ ان انا ادخل. في صندوق على فكرة انا كنت المفروض اخده، نزلني في مكان تاني اهو. كده مفيش مخرج، وهنا متهيألي في مية. هنبدأ ننزل، طب هتطلع بالشيفت فوق عشان تاخد نفسك. تمام، طيب هنبدأ ندور على أول صندوق في المكان. يلا تعال ندور هنا كده، هو ده كده عامل زي السلم اهو. وطبعا في 3 صناديق هنا مختفيين. هو في حاجة ورا الشلال ده كده، تعال نبص عليها في مكان. هو أول صندوق ورا الشلال. تمام، ادي كده أول صندوق، كده باقي 2 تانيين. طيب هبدأ إن أنا إيه، أنزل في المية. طيب المية دي أكيد فيها حاجة تحت، ننزل نجيب السي. طيب كده إيه، أنا مش شايف حاجة، أبدأ أدور على مكان أهو. أهو في مكان أهو، ده هيطلعني على حتة برضه. في صندوق تاني أهو. تمام، طيب نكمل برضه، لأن هو أكيد مش عامل المكان ده كده يعني. هو طلعنا على مكان فعلا اهو. في حاجة بتخبط هنا جوه تقريبا عند الباب. ماشي، في هنا حاجات كده غريبة. طيب كده انا عايز اشغل الشعلة عشان اشوف كويس. بالتي تفضل دايس عليها هيجيب لك الشعلة عشان تعرف تنور المكان اللي انت ماشي فيه. طيب هنا كده في مكان اهو. ماشي، انت خدتوا بالكوا. تعال نشوف هنا كده، انا عايز كده في مكان بقى ايه اطلع منه. تمام كده، طب هنا في مكان، ايوه اهو تمام شغال. طب هنا كده استد خلاص. طب نشوف الناحية التانية، لا في مكان اهو يا جماعة، اهو 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 في مكان اهو فوق. طيب في مية برضو متهيألي تحت. تمام، طيب نبدأ نغطس لأن كده مفيش حتة تانية نروحها. ماشي، اللعبة كويسة إن هي أول ما بتغطس بتتنور لك. أيوة تمام، في مخرج أهو أهو، مش عارف ده يوديني على فين بصراحة. غالبا بيطلعني بره خالص، بره الجزيرة. طيب خلي بالكم متنسوش، احنا كده عملنا صندوقين بس. في الصندوق التالت اللي هو جيت انا اخده ساعتها لقيت الارض وقعت بيا، فكده انا هروح في نفس المكان لربما يعني ربما اعرف ان انا ايه اعدي من على الجنب ولا حاجه. كده انا رايح المكان اهو. نرجع تاني مكان ما ايه ما رحنا. تمام كده ايه الكنز جوه، هبدأ ان انا انط. هو دخل على طول اهو، كده خلاص كده خلاص كده الهدف انتهى، وكده ال3 صناديق اتعملوا. كده الجزيرة المنسية خلاص، كده خدت الريورد بتاعتي. تمام، بس هبدأ ارجع تاني. تمام، يبقى كده لغز او كهف الجزيرة المنسية خلاص خلص. ماشي، في هدف بقى تحت اهو عند الراجل ده. ماشي، لما نشوف هو عايز يقول ايه نعمله في مهمة تانية او في فيديو تاني.